خلوني انتقل بخبر تاني، وده خبر مهم جدا مش بس حلو جدا. محمد عمر هو شاب كرمه فخامة الرئيس كأول معيد بكلية الحقوق من الشبان، من المصريين المصابين بضمور العضلات. احنا هنشوف التكريم، واحنا بنشوف التكريم ده انا عايزك تفتكر ده حصل في مؤتمر الشباب لو تتذكر في 2018، كان بداية التكريم لمحمد عمر خيري. ولما تيجي تشوف كلام الرئيس حول هذا المرض ودعم الدولة لعلاج هذا المرض، وانه الدولة هي اللي هتتصدر في مسألة دفع تكاليف العلاج من هذا المرض، فالمسألة ما كانتش وليدة لحظة. المسألة هنا كان فيها بحث ودراسة وتراكم ثم الوصول إلى قرار. خلونا نشوف التكريم ونرجع نكمل الكلام. محمد عمر محمد خيري محمد حقوق الزقازيق. تم تكريمه لتفوقه في كل المراحل الدراسية منذ الصغر. حصل على المركز الأول في مسابقة دوري المعلومات العلمية على مستوى الجامعات المصرية، وله مشاركة متميزة في ملتقى شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدي الإعاقة بجامعة المنيا. شخصية سر على بركة الله، ونحن معكم أيدينا بأيديكم، ويكفينا من سيادتكم الإخلاص والأمانة والشرف، وإن شاء الله ستحيا مصر بحفظ الله ورعايته ووعي شعبها وتلاحمه مع جيشه وإخلاص قياداتها. وإخلاص قياداتها من أمثال سيادة الرئيس. تحيا مصر. قبل ما أرحب ويعني بمحمد، عايز بس أقول لكم على حاجة لطيفة كده. أنتوا طبعا عارفين أنه زي ما أقول لكم بداية التكريم كانت في 2018، كان محمد بيكرم من فخامة الرئيس كطالب متفوق، ولما تم تكريمه تاني مؤخرا فكان يكرم باعتباره معيد في كلية الحقوق. في يوم من الأيام هيبقى الأستاذ الدكتور محمد عمر خيري، خد بالك من ده. ومين عارف في يوم من الأيام يبقى عميد كلية، ومين عارف في يوم من الأيام يبقى رئيس جامعة، قولوا إن شاء الله. بس أنا عايز أرجعك لمشهد مهم جدا جدا، مش بس بقى في مسألة التكريم أو بأنه فكرة التراكم، يعني أنه الرئيس يلاحظ يدرس المسألة يوصل في الآخر خالص لقرار الدولة هتعمل كذا، اللي هي مسألة علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي، لو أنا لسه فاكر الاسم يعني بالمظبوط. الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي، قولي حضرتك لاحظت فيها إيه؟ غالبا ده والد محمد، وده محمد، وطبعا فخامة الرئيس. الرئيس هو اللي ماسك الميكروفون لمحمد، فهتقول لي طب ما هو لأنه محمد مش هيقدر يمسك الميكروفون. كان ممكن بمنتهى البساطة أنه والد محمد هو اللي يمسك الميكروفون، أو أنه يجي حد يمسك الميكروفون لمحمد، يعني حد يساعد في هذا الموضوع، صح؟ وبالمناسبة يعني ما كانش يبقى في حاجة وحشة، والده هو اللي ماسك له الميكروفون عادي جدا 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 جدا، وده جزء من مجريات اليوم الطبيعي يمكن اللي يكون بيجرى في البيت. أو أنه يجي حد مثلا من مؤسسة الرئاسة أو من المعاونين يساعد في مسألة أنه يمسك الميكروفون لمحمد، الرئيس هو اللي ماسك الميكروفون بنفسه. تاني هرجعك على إيه؟ جبر الخاطر
والتواضع، يعني لا يوجد أي شكل من أشكال التكبر أو الصلف على الإطلاق. مش أنا رئيس الجمهورية وأنا ممكن يعني أشير فأطاع. ده رئيس جمهورية مصر العربية، ده القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعني أنتوا فاهمين أنا بقول إيه؟ سهلة المسألة كده، وبالمناسبة بروتوكوليا سليمة 100%. فيجي تشوف انه الرئيس، مش هقولك يا سيدي بيستمع للكلام بتاع محمد او ينحني علشان يقدر انه يستمع ليه ويشوف طلباته الخ الخ الخ، مسكت الميكروفون دي بروتوكوليا، لو اي حد تاني اللي مسك الميكروفون لمحمد 100% سليمة في اي شكل من اشكال البروتوكولات في العالم، 100% سليمة. اسأل نفسك، طب والرئيس مسك له الميكروفون ليه؟ عشان البني آدم. أيوة، البني آدم مش رقم، البني آدم بني آدم، شعور وعواطف ووجدان وعقل وضمير إلخ إلخ إلخ. وبالمناسبة البني آدم مش صورة، وعليه فإنه توجه الرئيس إن هو اللي يمسك الميكروفون ليه ويسمع منه وهكذا. هي دي المسألة بتاعت إنه البني آدم في مصر ما بقاش مجرد رقم، وما بقاش مجرد وردة في عروة الجاكيتة. البني آدم هو أهم حاجة في مصر. محمد عمر خيري، إزيك يا أستاذ؟ إزيك يا أستاذ يوسف، أنا سعيد جدا ان هنا بعمل مذاكره مع حضرتك. ده انا اللي سعيد بيك جدا وفخور بيك جدا والله يا محمد. يا حبيبي ربنا يكرمك يا رب. محمد، انا عايز قريب بقى، او يعني بشرني من دلوقتي وقولي انك انت هتبدا في التحضير لرساله الماجستير ثم الدكتوراه، لان انا بحلم ان انا اشوفك عميد الكليه او رئيس الجامعه في يوم من الايام ان شاء الله. بس للتوضيح، هو القرار طلع بس انا لسه ما استلمتش الشغل عندي الان. يعني لما انت باذن الله هتستلم القرار طلع يا باشا. خلاص. انت كنت متصور انك انت في وقت من الاوقات يعني تفوقك وعقلك واصرارك ومثابرتك هتوصلك انك تبقى معيد في الكليه؟ هتصدقني حضرتك لو قلت لك ان انا كنت على يقين ان ده هيحصل؟ اصدقك ونص يا محمد. وكنت على يقين ان تكريم السيد الرئيس هيحصل، كان بالنسبة لي حلم، حتى لو كان حد يقول لي ان هو حلم بعيد المنال انا كنت هبقى ثقة ان هيحصل. ثقة في الله ملهاش حدود، ان باصراري باجتهادي ان شاء الله هحقق كل احلامي. قول لي انت ليه جالك هذا اليقين يا محمد؟ انا ما اعرفش اقول لحضرتك سبب معين، بس هو اليقين كان موجود، ما اعرفش سبب. ايمان داخلي. ما يعني هو ايمان داخلي ان شاء الله ربنا هيحقق له كل احلامي. طب انتوا الكليه بتاعتكم دي يا محمد، انا في رايي انها من الكليات شديده الاهميه وفي نفس الوقت كليه صعبه وبتحتاج فعلا الاذكياء، فتفوقك فيها يعكس فعلا ذكاء حقيقي. لكن كمان علشان هتيجي بعد كده تشتغل بقى، هتعمل ماجستير ودكتوراه، فانت هتبدا تتخصص. نويت على فرع معين جوه فروع القانون تتخصص فيه ولا لسه؟ لا، انا اخترت قسم الاقتصاد والتشريعات. يا عيني يا عيني، ليه؟ الاقتصاد اي حاجه تحصل على مسرح السياسه العالميه او السياسه الداخليه مرتبطه بشكل او باخر بالاقتصاد، فده سبب اختياري لقسم الاقتصاد. بص انا مش عارف انت هتوعى على نجم عظيم يعني جالنا كله حافظ اسمه نجاح الموجي. طبعا. فنجاح الموجي كان مره عنده مشهد كده مع فريد شوقي، قال له بحبك. انا بقى حبيتك زياده دلوقتي يا محمد. أصلا أنا خريج اقتصاد مش حقوق بقى، فأنا عندي نفس وجهة النظر بالملي. مفيش حاجة بتحصل في المشهد العالمي إلا إنها تكون لازم مرتبطة بالاقتصاد، فعشان كده أنا بحبك يا محمد وحبيتك زيادة لما قلت كده. الله يخليك. وأنا اختيار كلية الحقوق جاء بعد حصولي على 98% علم علوم، يعني أنا اخترتها وفضلتها على كلية الطب. صحيح ظروفي مش بتسمح بدخول كلية الطب، فاخترت ان انا اتفوق في كلية الحقوق. ما شاء الله، الله اكبر عليك. كانت وقتها حقوق بتاخد كام في المية؟ 50%، 55%. وفي انت عارف في ناس كده يقول لك انا مستخسر مجموعي، ما استخسرتش المجموع.
لا انا شايف ان كليه الحقوق لازم تاخد مجموع 98% و99%، انا مش المجموع، لازم كليه الحقوق تعتبر كليه من كليات القمه. انا بسقف لك بصراحه، وكل ما بتتكلم زياده كل ما بيزيد اعجابي بيك يا محمد. الله يخليك محمد. طيب ايه رايك لما سمعت، او قول لي شعورك لما سمعت قرار رئيس الجمهورية وهو بيتكلم عن انه العلاج بتاع الضمور العضلي هيبقى على نفقة الدولة بإذن الله؟ انا كنت سعيد جدا، ان في عهود سابقة يعني الدولة مش كانت معترفة بحقنا في الحياة، لكن في كلام السيد الرئيس يعني اول اعتراف من الدولة المصرية بحقنا في الحياة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني في عهود سابقة احنا كنا على الهامش وملناش اي قيمة ولا حتى كنا رقم. احنا في عهد السيد الرئيس كنا في بؤرة الاهتمام، يعني السيد الرئيس نفسه يوجه بتوفير العلاج لمرضى ضمور العضلات، ده بالنسبة لنا كان حلم ثالث حاجة. محمد انا سعيد بيك، ويزداد زي ما كنت بقول لك اعجابي بيك كلما تحدثت، انا بتمنى لك كل التوفيق. بس انا عندي مناشده وطلب شخصي من حضرتك. العين دي قبل العين دي. مناشدتي ان تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، ان السيد رئيس الوزراء يوجه وزاره الصحه وهيئه الدواء بتوفير العلاج او بحث مدى امكانيه توفير العلاج لمرضى الدوشاين، ده نوع ثاني غير النوع الشوكي، وحضرتك تعتبر اول حد يتكلم عنه نوع الدوشاين. لسه في موافقه في فبراير اللي فات نهايه الدوله الامريكيه، فانا يعني طلبي ان تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، رئيس الوزراء يوجه وزيره الصحه وهيئه الدواء بحث مدى امكانيه توفير الدواء في مصر. يا رب يا مسهل. طيب وقلت لي عندك طلب. الطلب الشخصي ان انا شغال دلوقتي على بحث اسمه ثقافتنا بين ما هو كائن وما يجب ان يكون، اطار نظري لتجديد الفكر. انا شغال على البحث ده، فيا ريت لما اخلصه تكون حضرتك اول حد يتكلم عنه. اعتبره حصل، وهتبقى ضيف في هذا البرنامج، وسيادتك اللي هتتكلم عنه مش انا اللي هتكلم عنه. الله يخليك. اعتبره حصل. احنا مره ثانيه السيد الرئيس فعلا اثبت لنا ان احنا احسننا اختيار القائد القوي الامين. شكرا سياده الرئيس. الحمد لله الحمد لله. شكرا ليك يا محمد. بس قبل ما تمشي، انت هتخلص البحث بتاعك امتى؟ انا خلصت حوالي 85% منه. قدامنا قد ايه؟ شهر كمان؟ ان شاء الله. انا اللي باكد معاك الميعاد اهو دلوقتي، فانا مستني لما اخلص امتحان. انا اللي باكد معاك الميعاد اهو، وانا منتظرك يا باشا حبيبي. تسلم يا محمد، وربنا يوفقك ويكرمك ويديلك دايما كل الخير، واتمنى فعلا انه ربنا يدلنا العمر ونشوفك كده في يوم من الايام فعلا عميد كلية الحقوق. يا سلام.